يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد يوم السبت طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد صقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات.